بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العليم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا. ربي تمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. انما الاعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. نعم. ثم قول المصنف: وأول الأنبياء آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما ذكر الشارع سابقا. هذا ذكر بعض أفراد المرسلين والنبيين فيما سبق ذكر المصنف. وفي إرسال الرسل حكمة. ثم قال: وقد أرسل الله رسلا من البشر إلى البشر مبشرين ومنذرين. هكذا. فإذا هناك بين أن إرسال الرسل ليس عبثا بل فيه حكمة ومصلحة وعاقبة حميدة. ثم هل وقع الإرسال؟ نعم وقع الإرسال. هذا الذي قال: وقد أرسل الله رسلا. ثم بين فائدة الإرسال بقوله: مبشرين ومنذرين ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. ثم بين كيف يثبت إرسال، وهذا ثبوت الإرسال بالمعجزات، وهذا قول المصنف: وأيدهم بالمعجزات الناقلات للعادات. طيب. ثم وأول الأنبياء آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما نبوة آدم عليه السلام فبالكتاب الدال على أنه قد أمر ونهي مع القطع بأنه لم يكن في زمنه نبي آخر فهو بالوحي لا غيره. وكان بالسنة والإجماع. نعم. فإذا نبوة آدم عليه السلام، نبوة يعني رسالة، رسالة آدم عليه السلام. أول الأنبياء معناه أول الرسل. النبي يستعمل كثيرا، هو الذي شاء في ألسنة المؤمنين. النبي يراد به كثيرا الرسول. هنا آدم كذلك آخرهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ومن الرسل. فإذا الأنبياء بمعنى الرسل. آدم كان رسولا. لا يدل هناك دليل أنه كان نبيا دون رسول، بل ما يدل على نبوته يدل على رسالته أيضا. فإذا وبالكتاب الدال على أنه قد أمر ونهي، يعني الله تعالى أمره بشيء ونهاه عن شيء، مع القطع بأنه لم يكن في زمنه نبي آخر. يعني لو كان في زمن آدم عليه السلام نبي آخر يكون هذا الأمر والنهي من ذلك النبي، لكن لم يكن في زمنه نبي آخر. فظهر أن هذا الأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى بطريق الوحي. لو كان كذلك فهو نبي. نبي يعني من أوحي إليه، رسول من أوحي إليه. هذا الوحي مما يلزم مما يلزم النبوة. نعم. طيب. ثم وكذا بالسنة والإجماع. نعم.
ما هذا الأمر الأمر والنهي الذي أمر به آدم عليه السلام ونهي به بينه أحمد الخيالي رحمه الله. أما الأمر وهو قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، وأما النهي وهو قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة. كذلك هناك كلا منها، كذلك الأمر بالأكل أيضا هكذا، يعني أمر اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها. ثم أيضا يعني يوجد مثلا اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نعم، هكذا أمر ونهي، وهذا يدل على أنه يعني أمر ونهي، فهذا بالوحي إليه مباشرة فصار نبيا ورسولا. ثم هناك يعني إشكال يرد عليه، لكن ذكر في المواقف والمقاصد أن هذا الأمر والنهي كان قبل البعثة لأنه في الجنة ولا أمة له هناك، يعني النبوة تثبت يعني في الدنيا وفيما قبل الدنيا لو كان للتبليغ، لا يشترط أن يكون في الدنيا، بل يعني يثبت. مثلا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي النبوة والرسالة قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام، كما ورد في حديث جوابا لسؤال بعض أصحابه متى كنت نبيا، فقال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، يعني كما قبل ذلك أعطي هذه النبوة والرسالة. نعم، فإذا هذا إعطاء النبوة والرسالة لا يشترط أن يكون في الدنيا. نعم، لكن هنا مشكلة، يعني ما كان له أمة، لو كانت أمة فيتحقق، لكن فهذا لا يشكل. لماذا؟ هو أجاب، يعني أحمد الخيالي أجاب عنه، نعم يريد أن يقال لما لا تكفي حواء أمة له في الجنة. نعم، هذا أمر اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا لتبليغ زوجته أن تسكن الجنة أيضا، وكذلك كلا منها رغدا، فإذا هذا أيضا أمر للتبليغ، أمر لنفسه ولتبليغ زوجته حواء رضي الله عنها. كذلك ولا تقربا هذه الشجرة، هذا النهي لما كان يعني النهي له ولزوجته، فإذا هو بلغ زوجته حواء رضي الله تعالى عنها. نعم، هذا يكفي. ثم وكذا بالسنة والإجماع، فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرا. ثم وبعد ذلك وأما فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرا، هذا تفريع على قوله والإجماع، يعني عند بعض العلماء إنكار ما هو مجمع عليه كفر، لكن الراجح أن إنكار ما هو مجمع عليه ليس بكفر، بل إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر فقط، لذلك على الراجح لا يكون هذا كفرا. ثم وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلأنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة. نعم، وأما دعوى النبوة فقد علم بالتواتر، وقال أنا رسول الله إليكم، هكذا كثير. وأما إظهار المعجزة فلوجهين، أحدهما أنه أظهر كلام الله تعالى وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهم فعجزوا،
عن معارضة أقصر صورة منهما تهالكهم على ذلك. تهالك يعني كأنهم هلكوا، هلك بعض بعضا على ذلك، لكن ما استطاعوا حتى خاطروا بمهجتهم. بعد ذلك خاطروا يعني أوقعوا في الخطر بمهجتهم يعني نفوسهم ذواتهم أجسادهم. يعني لو استطاعوا أن يعارضوا القرآن وأن يأتوا بمثل أقصر صور منه لا يحتاجون إلى هذا القتال حتى يقتل يعني أباق يعني كبراؤهم هكذا. ثم وعرضوا عن المعارضة بالحروب إلى المقارعة بالسيوف، ولم ينقل عن أحد منهم مع توفر الدواعي الاتيان بشيء مما يدانيه يعني يقاربه ما استطاعوا. فدل ذلك قطعا على أنه من عند الله تعالى وعلم به صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علم يعني علما عاديا لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية على ما هو شأن عزائر العلوم العادية. يعني عندما عجزوا أن يعارض القرآن ثبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن من عند الله تعالى. هذا يعني فشلهم في المعارضة يفيد علما عاديا علما عاديا بأنه كلام الله تعالى لا يقدر فيه شيء من الاحتمالات العقلية. نعم يبقى هناك احتمالات عقلية وهذا لا يقدح. ثم ذكر الشارح ولم ينقل عن أحد منهم مع توفر الدواعي الاتيان بشيء مما يداني. ليس هذا دعوة منا بل هذا هو الواقع. لو كان شيء يعني أتى به بلغاء العرب بديلا للقرآن مثيلا للقرآن أو بأقصر صور منه ينبغي أن ينقل. لماذا؟ هؤلاء اليهود كانوا يحاولون محاولة كبيرة. لماذا؟ لإبطال دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة. وهم كانوا يؤامرون مع المشركين. اليهود كانوا يؤامرون مع المشركين، كانوا يساعدونهم ويؤازرونهم. هذا عداوة اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يزالون يبقون في زمننا أيضا. فإذا لو نقل هذا أو لو وقع هذا يعني المعارضة ينبغي أن ينقلوا، لكن لا يستطيعون، ليس عندهم هذا الشيء. نعم. وثانيهما أنه، فإذا ليس هذا مجرد دعوة بل هذا أمر واقع. وثانيهما أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه يعني ظهور المعجزة حد التواتر. القدر المشترك منه وصل بلغ حد التواتر. ما هو القدر المشترك؟ يعني ظهور المعجزة، ظهور أمور خارق للعادة. فإذا معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم بلغت حد التواتر. وإن كانت تفاصيلها أحد كشجاعة علي رضي الله تعالى عنه وجود حاتم الطائي. فإذا شجاعة علي مفردات أخبار هذه الشجاعة أحد، لكن مجموع هذه الأخبار بلغت حد التواتر. كذلك جود حاتم الطائي جوده معلوم. يعني القدر المشترك متواتر، أما خبر أخبار جوده أحد فقط، فهذا لا يقدح. فإذا هكذا الأمور الخارقة للعادة يعني معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر. أحدها تفاصيلها أحد، لكن القدر المشترك بلغ حد التواتر.
نذيره شجاعة علي رضي الله تعالى عنه، كذلك جود حاتم الطائي، فإن كل منهما ثبت بالتواتر. يعني شجاعة علي رضي الله عنه جود حاتم كلاهما ثبت بالتواتر، فإن كان تفاصيلها أحدا وهي مذكورة في كتاب السير. نعم. وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين، والذي سبق وجهان وهذان وجهان آخران، أحدهما ما تواتر من أحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد تمامها، وأخلاقه العليمة وأحكامه الحكيمة، وإقدامه حيث تحجم الأبطال، ووثوقه بعصمة الله تعالى في جميع الأحوال، ووثوقه في بعصمته بعصمة الله تعالى في جميع الأحوال، وثباته على حاله لدى الأهوال، بحيث لم تجد أعداؤه مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعنا ولا إلى القدح فيه سبيلا. فإن الأقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء، وأن يجمع الله تعالى هذه الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه، ثم يمهله 23 سنة، ثم يظهر دينه على سائر الأديان، وينصره على أعدائه، ويحيي آثاره بعد موته إلى يوم القيامة. هذا دليل عليم جدا. نعم. من ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم أحواله، وكذلك قبل ولادته أيضا، يعني أسرته، آباؤه، أمهاته، أجداده، جداته، كل هذا دليل على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم. أحواله متى قبل النبوة، حال الدعوة، ثم بعد تمام الدعوة، كذلك أخلاق، أحكام، يقدام حيث تحجم الأبطال. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر أبدا، بل يقدم فقط. ما هما أهجم أي من الأبطال. نعم. كذلك وثوقه صلى الله تعالى عليه وسلم بعصمة الأنبياء في جميع الأحوال، ثباته على حاله لدى الأحوال، هكذا يعني كثير. ثم بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم ظهور هذا الدين، انتشار هذا الدين، بقاء هذا الدين إلى يوم القيامة بكل عزة حتى لا يتمكن أحد من أعدائه من يعني لا يتمكن من يعني إبطاله أو إفساده أو استئصاله، هكذا. مع أنهم راغبون أشد الرغبة في هلاك هذه الأمة، زوال هذه النعمة، هذا الدين، هكذا. لكن هذا يظهر ثم يظهر ثم يظهر، هكذا. وثاني هذا دليل. ثم ثانيا أنه ادعى ذلك الأمر العليم بين ظهور قوم لا كتاب لهم ولا حكمة معهم، يعني بين قوم ادعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النبوة والرسالة، ما كان لهم كتاب ولا حكمة، وبين لهم الكتاب والحكمة، وعلمهم الأحكام والشرائع، وأتم مكارم الأخلاق، وأكمل كثيرا من الناس من الفضائل العلمية، ونظرا بالإيمان والعمل الصالح، وأظهر الله دينه على الدين كله كما وعده، ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك. يعني هذا هو معنى النبوة والرسالة، فهذا قد تحقق، صار واضحا كوضح النهار. ثم سوى ذلك، وإذا ثبتت نبوته وقد دل كلامه وكلام الله تعالى المنزل عليه أنه خاتم النبيين، وأنه المبعوث إلى كافة الناس، بل إلى الجن والإنس، يعني إلى كافة الثقلين، ثبت أنه آخر الأنبياء، فأن نبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصارى ادعوا أنه نبي بني إسماعيل فقط، يعني نبي العرب فقط، لكن ليس كذلك، بل هو نبي العالم كله ونبي الثقلين فضلا عن الناس. ثم فإن قيل قد ورد في الحديث نزول عيسى عليه السلام بعده، يعني هذا الدليل قوله آخرهم محمد،
آخرهم محمد، يعني لو ثبتت نبوته وقد كان كلامه وكلام الله المنزل عليه أنه خاتم النبيين وأنه لا كافت ثبت أنه آخر الأنبياء. نعم ثبتت نبوته بهذه الأدلة السابقة، ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو قال أنا آخر الأنبياء، لا بعد لا نبي بعدي، أنا أولهم خلقا وآخرهم بعثا، هكذا كثير من الأدلة. وكذلك الله تعالى كلامه دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، خاتم خاتم بمعنى واحد ليس بينهما فرق في المعنى إلا في الوزن، خاتم النبيين. فإذا لو ثبتت نبوته بالعقل ثبت آخرية نبوته بالسمع بالأدلة السمعية، هذا الذي فصل. ثم فإن قيل قد روي في الحديث نزول عيسى عليه السلام بعد هنا، فإذا هل ينتقل به يعني بنزول عيسى عليه السلام كون محمد صلى الله عليه وسلم آخر النبيين؟ لا ينتقل ولا ينافيه. لماذا هكذا استشكال؟ قلنا نعم لكنه يتابع محمدا عليه السلام، هذا موسى عيسى عليه السلام يتابع محمدا، يعني هو يتدين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن شريعته قد نسخت، شريعة عيسى عليه السلام منسوخة، فلا يكون إليه وحي، وبعد ذلك لا يكون له وحي جديد نيلا ولا نصب أحكام نيلا، بل يكون خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم فإذا هو واحد من هذه الأمة فقط، واحد من هذه الأمة فقط، فإذا ليس هناك نبي بعد نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم وهناك كثير من أهل الأهواء والضلالة ادعوا نبيا أو إمكانية نبي، بعض منهم ادعوا هكذا إمكانية نبي، وبعض ادعوا نبوة بعض رؤسائهم، مثلا القاديانية فرقة أحمد القادياني ومن قاديان من ولاية بنجاب الهند، هو ادعى النبوة لنفسه مع أنه هو يعني أول معنى الخطمية بخطمية الشريعة فقط التشريع فقط، ويقول التشريع مختوم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا التشريع بعده، أما إعطاء النبوة لم يختم به بل يكون بعده، لذلك هو تنبأ ادعى النبوة. هناك يعني طائفة جماعة التبليغ، جماعة التبليغ من دوبند، رئيسهم محمد إلياس، أستاذ أستاذه قاسم نانوتوي، هو ادعى إمكانية النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو ادعى هذا في كتابه حفل الإيمان. نعم قاسم نانوتوي له كتاب، إذن هو استدل عليه بحديث شاذ بالمرة باتفاق المحدثين، هذا حديث يعني حديث سبعة أرلين، فرد فيه أن في كل أرل آدم كآدمكم إبراهيم وإبراهيمكم وعيسى كعيساكم ومحمد ونبي كنبيكم، هكذا ورد فيه. فهذا حديث شاذ بالمرة اتفق عليه المحدث، ثم هو استدل بهذا الحديث الشاذ يقينا على مسألة اعتقادية، هذا على مسألة اعتقادية، هذا مسألة اعتقادية. نعم فإذا إلى هذا الحد بلغ جهله، جهل هذا الرجل قاسم نانوتوي، هو الذي يدعي أتباعه أنه أسس دار العلوم بدوبند، لكن الحقيقة ليس ذاك، بل هذا كذب محض، لأن دار العلوم أسسه ولي من أولياء الله تعالى عابد حزين
الدوبندي رحمة الله عليه، وكان من كبار الأولياء. ثم هؤلاء الفرقة تتغلب على هذه الجامعة وهذا الدار، دار العلوم الدوبندي. نعم، فإذا يعني هذا تحدثت في هذه المسألة متابعة استطرادا. نعم، فإذا هكذا يعني كثير، لكن كل هذا خطوة بينة. نعم، لكنه يتابع محمد صلى الله عليه وسلم، بل يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لصح أنه يصلي بالناس ويؤمهم ويقتدي به المهدي رضي الله عنه، لأنه أفضل فإمامته أولى. يعني هناك حينما ينزل عيسى عليه السلام وقد أقيمت الصلاة، في هذا الوقت ينزل، وهذا الإمام الذي يصلي بالناس هو الإمام المهدي، وتقدم يعني إلى المحراب، في هذا الوقت ينزل في المسجد. فإذا حينما يعلم الإمام المهدي رضي الله عنه حضور عيسى عليه السلام يقدمه للإمامة، لكن هو يتأخر ويصلي بالناس المهدي كما ورد في بعض الأحاديث. في هذه المسألة خلاف، من الذي يصلي بالناس؟ نعم، هذا الحديث قد ورد في أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا. نعم، وإمامكم منكم، هكذا لفظ الحديث. نعم، ثم من يؤمه فيه خلاف، هذا سعد الطبرزاني رحمه الله صححه أن عيسى عليه السلام يؤمه. ثم وقد روي بيان عدتهم في بعض الأحاديث، بيان عدتهم يعني عدة الرسل الأنبياء، على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زول عن عدد الأنبياء فقال 124,000، وفي رواية 124,000، هكذا 112 و100,000. ولولا أن لا يقتصر على عدد في التسمية، فقد قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولا يؤمن في ذكر العدد أن يعني يدخل فيهم من ليس منهم. فإذا لأجل هذه الشبهة والالتباس، لولا أن لا يذكر عدد الأنبياء، هذا هو مذهب الإمام النسفي رحمه الله، هكذا يعني طائفة من العلماء، لكن طائفة من العلماء يذكرون أعدادهم نظرا إلى هذه الروايات من الأحاديث. نعم، 124,000 أو 124,000، ثم الرسل كما سيأتي، ثم عددهم، وليس منهم أن ذكر العدد أكثر من عددهم، يعني إن ذكر عدد أكثر من عددهم. نعم، يدخل فيهم أو يخرج منهم من هو فيهم، يخرج منهم متى؟ هذا إن ذكر عدد أقل من عددهم، يعني لو كان هذا العدد 1,124,000 ممكن يكون أقل من عدد الأنبياء حقيقة، فإذا يخرج منه من هو فيهم، أو يكون هذا 124,000 إما يكون أكثر من عددهم فيدخل فيهم من ليس فيهم. نعم، ممكن يكون هذا تفسير لمن قصصنا عليكم عليك منهم من قصصنا عليك منهم من لم نقصص عليك، ممكن هذا العدد عدد من قص الله سبحانه وتعالى على نبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا العدد لا يوافق الواقع. نعم، لأجل هذا المحذور اللولا هذا. ثم يعني أن خبر الواحد لا تقدير استعمالي على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا اللن، ولا عبرة باللن في باب الاعتقادات خصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية، وكان القول بموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب. ظاهر الكتاب يعني منهم من لم نقصص عليك، وأن بعض الأنبياء لم يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل مخالفة الواقع وعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأنبياء وغير النبي من الأنبياء، بناء على أن اسم العدد خاص بمدلوله لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. وهذا متى يكون؟ لو كان لمفهوم العدد يعني لو كان مفهوم العدد
حجة هكا. احتمل مخالفة الواقع كيف وهو، الواقع ما هو عد النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأنبياء وغير النبي من الأنبياء هكذا هو. بناء على أن اسم العدد خاصنا، ثم كلهم كانوا مخبرين مبلغين. نعم هذا سنقرأ فيما بعد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.